وتعالوا نشوف التفاصيل عندنا على شاشة القناة الأولى من أول الشهر الكريم لغاية دلوقتي مع بعض إن شاء الله وربنا يسترها معانا. معانا لحمة ومعانا بصل، هعمل كباب حلة. وسموه كباب حلة ليه؟ حد يقول لي بقى سموه كباب حلة ليه؟ علشان إيه؟ بيستوي على السيخ ولا في الحلة؟ سموه كباب حلة لأنه بيستوي في الحلة. مش عايزة الفلسفة دي يا عم الشيخ. آه، في كباب بيستوي على السيخ، يا إما أسياخ خشبية زي إخواننا الشوام، يا إما أسياخ خشبية في قلب البيت. عشان كده كباب بيبقى كباب سيخ، ولكن كباب حلة لما نقول كباب حلة يعني بيستوي في الحلة. بس هنا في خبرة طهوية شوية، أنا عايزة أسوي كباب الحلة ده من غير مية. إزاي؟ آه، حطيت مية مش هيبقى كباب حلة، هتبقى يخنة على طول. حطيت طماطم بقت يخنة. أهم حاجة عملية التسوية، والنار هنا بتلعب دور 90%، هي دور البطولة هنا عملية النار. معانا حتة لحمة كندوس حلوة منلبسة تقريبا كيلو ونص، معانا بصل كويزات، معانا ورق لورا، ومعانا حبهان، قرفة، خشب، مسمار اللي هو القرنفل، معانا كمان ملح وفلفل، وفصين ثوم مفرومين ناعم. تعالوا نشوف، نحط اللحمة على النار ونسيبها تستوي، لأن النهاردة في شغل كتير في الحلقة أوي على فكرة. هنعجن عجينة الغباشة ونشوف إزاي نعجنها وتتحمر معانا مع بعض. حلو. حل أخبارها إيه؟ طاسة سخنة جامد زي الفل، تمام. البصل يتحمر بالشكل ده كده، الحتة اللحمة اللي معانا اللطيفة الحلوة دي كده. آه، بصل كويزات، بصل كويزات يعني بصل سليم صغير بيبقى قد حتة اللحمة كده. لما يستووا الاتنين مع بعض معرفش أطلع اللحمة من البصل، من حلاوة البصل ومن حلاوة حتة اللحمة الملبسة اللي هتشرب مية البصل، ومية البصل تشرب مية اللحمة، كل دول في قلب النار. آه، ربنا يكفينا شر النار، قولوا أمين معايا. آه، زي الفل. حتة اللحمة إزاي لطيفة وحلوة، الله، مستوية قبل ما تنزل في الحلة وهي لسه في ايدي، اللهم صل على النبي. اهي خدت كل اللحمه على البصل، ومش هحط ميه خالص. حذاري، تحطي مع كباب الحله ميه. اه، يتقلبوا مع بعض كده زي الفل. اه، نمسك الحله دي كده لانها سخنه، خلي بالك لازم الحله تكون سخنه، اوعى تحطي كباب الحله في حله بارده في البدايه. ليه يا شيف؟ حته اللحمه على ما تستوي هتكون ميتها نشفت، ما تطلعش معاك ملبسه، فلازم حتة اللحمة تتحط في طاسة أو في حلة سخنة جامدة جدا عشان تاخد الصدمة النارية اللي أعمل بيها احتباس للجوسي والسوائل بتاع حتة اللحمة جواها، أقفل المسام بتاعتها. أهو أهو، شفت حتة اللحمة في قلب الحلة كده، وأسيبها. يا نعم يا غالي، مش هغطيها، حد يغطي الحاجة الناعمة دي يا باشا، حتة اللحمة دي الحلوة. عرفت الأستاذ عادل إمام ربنا يديله الصحة بعد ما أكل أكلة كباب حلوة، قال لك حد يغسل إيده من نعمة ربنا؟ حلو الكلام، الله ينور يا درش. حلو حلو، يبقى خلصنا من كباب الحله. عيني، حاضر يا غالي، عايز اشوف حته اللحمه. ما هي لازم نغطي الحله، كباب الحله عشان يستوي لازم نغطي الحله عشان حته اللحمه تتكمر مع البصله وكله يستوي بالشكل ده كده. التوابل مش هنزل بها دلوقتي خالص، عيني اقفل ولا اخليها؟ لازم اقفلها بعد اذنك. اه طب بص عليها وصلي على الحبيب قلبك يطيب. اه طيب، اه بس اقفل عليها لان لازم، هي عملتها اكتم على الدخان. خش بالكرين يا غالي، بس خلي بالك من المطبات. حلو الكلام؟ اه حلو. اه معانا يخنة البسلة بالجزر، معانا رز بالشعرية، وكل ده على النار. خلونا نتبل اللحمة ونخلص منها. حلو الكلام؟ اه لحمة هتتبلها بيه يا شيف. الله، معايا انا في شوية ايه؟ شوية هيل مفرومين ناعم، اللحمة دي بالهيل جامدة جدا. معانا يا عم الشيف شوية زعتر كباب الحلة، زعتر يابس كده حلو. الله، شوية فلفلة حلوة اهو، بعيد عن الكمون والكزبرة في كباب الحلة، غير الكمونية، الكمونية بتحط لها كمون، أنا ده مش هحط له كمون خالص اهو، عشان ما غيرش طعم البصل ولا طعم حتة اللحمة، ممكن أحط كاري أو أحط كركم اهو لكباب الحلة، اللهم صل على النبي. يبقى أنا حطيت زعتر وحطيت بابريكا وحطيت يا عم الشيف كمان شوية كركم. حلو الكلام، نحط بقى هنا التركاية بتاعت المغازي، التوم نية اهو اهو اهو. بص على الحته دي كده، بص على الحته دي وصلي على الحبيب قلبك يطيب. انا ما حمرتش التوم مع كباب الحله، نازل بالتوم زي ما هو كده اهو في قلب الحله، وغطي الحله. نخش على الزبرنج رز، بس خلينا ابص على اكل عيش الاول. ايه الاخبار هنا؟ ده يخنه البازيلا بالجزر شغاله، ما بتقولش لا، مش واقفه، النار تمام وزي الفل، جاهزه ان انا اغرفها. الرز بالشعريه بيناديني بيقول لي ارحمني من النار، خلاص انا استويت. يا اخبار الكباب حله، العب يا سمك. اه اه، اللهم صل على النبي. اه اه، حته اللحمه ميتها نشفت والبصلايه دابت مع الايه، ايه ده، ايه الحلاوه دي؟ اه 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 اه، خدي بقى التركايه اللي جايه دي هتعجبك قوي 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 قوي. انا عايز الجوسي
او البيون او البهريز اللي نزل من حتة اللحمة في أرضية الحلة، أحصل عليه إزاي؟ حد يقول لي بقى. هنا الشياكة مكعبين من الزبدة، اللهم صل على النبي. ومع المكعبين الزبدة دول يا عم الشيف يعني بالظبط كده 4 معالق مية للكيلو اللحمة. أدي معلقة، التانية، التالتة، الرابعة. البهريز اللي هيطلع من أرضية الحلة ده هو ده الطعم. يا عم الشيف، أول حاجة كباب الحلة بيحتاج إن أنا أغرفه، هنغرفه يعني في الطبق الحلو ده كده. يلا كباب الحلة نبص عليه. حلو قوي، بنحط شوية بقدونس حلوين تحت منه كده. كباب الحلة هنا، كباب الحلة اهوت زي الكبابجي بالظبط، بقدونس تحت الكباب. زي الفل. وناخد الحلة بتاعتنا، اللهم صل على النبي. يا نعم يا نعم، الله، اللهم صل على النبي، إن شاء الله ربنا هيكبر بخاطرنا. وادي كباب الحلة، بص على كباب الحلة، بص على كباب الحلة، جيب لي الحتة اللحمة بالبصل، انسى. اللهم صل على النبي. وعايزك تجيب ارضيه الحله عشان نشوف بس ما حطيتش ميه، شيشان الميه اللي حطيته 4 معالق ميه بالعدد علشان اخد الجوس والطعم والبهريز اللي في قلب الحله. ورق اللورا ومع البصل والجمال والدلع ده الف هنا وشيف. حلو الكلام، خلص كباب الحله. طيب نزينه بشويه بقدونس على الوش.